استاذ محمود، الكلام اللي الاستاذ جمال ده بيقوله فتح مجال كويس جدا لكل حاجه، لانه في النهايه انت بتتكلم عن مصلحه البلد بالظبط، ما بتتكلمش عن مصلحه تانية. على الرغم من ان انا دايما بشوف ان الاهلي حتى في مباراه الدور النهائي ما هو بيمثل بلدك. ودي بطوله ايه يا كابتن؟ هو ده اللي انا بقوله. فانت كده بتتكلم عن مصلحه البلد في وصول النادي الاهلي وفوزه بالبطوله ان شاء الله للمره الثانيه، ان شاء الله يعني، وايضا للمنتخب الاولمبي. هل من الممكن، هل حضرتك شفتها طوال عمرك مثلا 40 45، يعني انت صغير طبعا بس لا قول 3 سنين ولا خلال الثلاث سنين اللي فاتوا ده طبعا طوال عمرك الصحفي، ان من الممكن ان اتحاد كره القدم يطلق مبادره او يتكلم في مبادره مع النادي الاهلي ان هو احنا عندنا استعداد ناجل لكم الماتش لو انتوا عايزين، والاداره الفنيه في النادي الاهلي كنسو موسيماني وجهازه الفني يوافقوا او لا، او يعني على حسب بقى استعداداتهم الفنيه. طب افكرك بحاجه حصلت في الموسم اللي هو الصعب، مش هو الموسم كان اختلاف كله، انا تتلعب مباراه ما تتعبش مباراه، وفي الاخر اتخذ القرار ما فيش لعب، وان البطوله هتقام يوم 29 بعد يعني شوف انت، وده كان ترتيب الهي سبحان الله. يعني ايه؟ شوف انت كنت عايز ايه وربنا رتب لك ايه حاجه تانية انت رحت فيها. فانا اعتقد انه اكيد المنسى حمدي جاهد من الصالح ان هو يحافظ للاهلي على تكوينه في مواجهه كبيره جدا والمنتخب مهم جدا، ولا يمكن ولا يعقل انه الاهلي في ظل الاداره الحاليه والسابقه وما قبل كده انه يتخلى عن دوره الوطني طبعا، يعني وتواجده طبعا. امر اللي يحاول يصدر يا جماعه المهدوف بيحاول بخبث شديد جدا انه يعمل يعني يحط يعني شويه حاجات كده في السكه عشان يبين انه لا يا سيدي الاهلي رقم واحد، تكوينات المنتخبات الوطنيه غالبتها من 60 70% من النادي الاهلي، ولا يمكن ان احنا نفصل ما بين الاهلي والوطني. يا جماعه ما حصلش الكلام ده، يعني ايه مش عاوزين ندخل في السكه دي ونوصل لمرحله احنا نقول نشكك في بعض ودينا للسكه دي، بس انا بصراحه دايما ما بتكلمش في السكه. لا حوارات خايبه، حوارات خايبه، يقول لك اصله ممكن وشناه ولو خدناه وطرنا ممكن هو يعني هيجيب الميداليه الذهبيه، وحد ضامن حاجه في الرياضه وتقدر تحكم انت يعني؟ يعني فلسفه يعني زائفه ملهاش معنى. انت حتى لما تيجي تنقد وتتعرض لابد انك تتناول، حتى لو كنت بتشجع فريق منافس ما ينفعش انك انت تقلل من الحجم وتسخر، لانه ده مش مطلوب، لانه في برضه حد هيسخر منك. فانا عاوز اقول ايه، انه من الصالح انك انت توفر اجواء خاصه بعد الكلام اللي اتسرب، انه المسؤولين عن اللجنه الاولمبيه بيقولوا مش من يعني الواجب انه يحضر كل الفرق المنتخبات من اول انطلاق الدوره لاخرها، لا ده بيقول لك قبل انطلاق المباريات باربع ايام، قال لك طب نتاكد هل التصريح ده حقيقي، لسه ما اعرفش التصريح تم تاكيده ولا لا، انك انت يعني حكايه 16 و17 وفقاعه الطبيه دي متاكده ولا مش متاكد منها. لكن انت لما يبقى عندك انه الاهلي ان شاء الله خد دوري ابطال افريقيا، هنا بيبقى تاثير معنويين على مين؟ على المجموعه اللي انت واخدها ومديها للنادي الاهلي، اللي هتطلع من النادي الاهلي هتنضم للمنتخب الاولمبي. مظبوط. ده في حد ذاته بيبقى ايه؟ بيبقى شيء كويس بالنسبه لك، وتواجد لما يبقى عندك فرصه انك تقدر تاخد الشناوي، يبقى معاك اكرم توفيق، معاك ظهر محمد طاهر، ادي صلاح محسن، ادي ناصر ماهر، ادي مش عارف هتقدر تجيب حد تاني. حتى معنويا. انا معنويا، فاعتقد ان احنا ايه؟ لازم نفرق يا جماعه انه هنا مصلحه وطنيه وهنا مصلحه وطنيه. بالظبط. من الصالح ان احنا نساعد الاهلي، ومن الصالح مساعدة الأهلي هي مساعدة في ذات الوقت مساعدة للمنتخب الأولمبي. وأكيد الأهلي في القعدة الجلسة اللي تمت مع كابتن شوقي غريب أكيد الأهلي يعني قدم يعني أكيد اقتنع وفهم وجهة النظر أنه لا الأهلي لا يمكن يتخلى عن كابتن شوقي والمنتخب الأولمبي في الوقت ده، وأكيد هيبقى فيه إن شاء الله اتحاد الكورة برضو الجزئية دي. احنا دلوقتي يعني شفت المبادرة دي قبل كده ممكن تحصل؟ ما انا بكلمك، ما انا بقول لك دلوقتي احنا دلوقتي يعني. احنا دلوقتي بنعمل ليه؟ احنا دلوقتي مش قاعدين منتظرين هل هيتم تقديم النهائي الافريقي من يوم كذا ونقعد 90% قالوا 17 خلاص خلاص بس هيتعمل في قاعه قبلها 3 ايام. انا بقول لك يا كابتن يعني كلام، لا كلام مش هيحصل، لانه خلاص الاتحاد الافريقي اكيد حدد لانه عنده الفاينل بتاع الكونفدراليه اليوم 10، واللي هيطلعوا من بنين هيسافروا على فين؟ على المغرب. المغرب النهارده نفت، قالت لا مفيش حاجه جات لنا ان احنا هننقل النهائي، خلاص هياخدوه بكل ايه؟ بكل تفاصيله، بكل الظروف اللي في جنوب افريقيا والموجه الرابعه والكلام ده. نركز على مرحله واحده بس نتخطاها، انه الاهلي ان شاء الله ربنا يوفقه يا رب ويعني يكتب له التوفيق في المباراه النهائيه، وان شاء الله لعيبه الاهلي يكونوا متواجدين باذن الله تعالى في يا رب ان شاء الله. ختام النقطه بتاع اللي اثرناها دي، انه هل وطنيه جدا، هل هي مساله وطنيه ان النادي الاهلي يبعت لعيبته مع المنتخب الاولمبي، ومش مساله وطنيه
انه يبقى في تعاون مع الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا. دي مهمه وطنيه ودي وطنيه. فخلينا طالما بنتكلم بقى بالمنطق ده لابد ان يكون هناك نوع من التفاهم او التعاون لمصلحه الفريقين. وفي النهايه يعني ما في، انا مش شايف في فرقه هتتضر قوي لو الاهلي ما لعبش الماتش الرابع ده او اتاجل يعني. بس